شنو رايك في السرقه اللي ولات مؤخرا؟ السرقه بالنسبه لي انا بحال كما نقول لك انايا تيقوا بيا جميع المغاربه، شتي انا كنعسب واحد البلاصه وكنشوف السرقه وواحد كيشدو كيحيدو رزقو كيجبدو المسطرات تيبقاو يسلخو فيه. المخزن ما كاينش بصراحه، المخزن راه ما كاينش، المخزن خصو يراقب هادشي هذا. حس السرقه بزاف، السرقه دابا ولاو مخلطين، كيجي واحد مسكين جاي لمحط الزيان كيتلقاو ليه تيحيدو رزقو تيبقى يسلخو فيه المسطرات. هذا الظلمه عيب الله دوم، وكيشدوه بالحبس وكيخرجوه على السرقه وتيطلقوه. هاد راه ماشي حق. هاد اش كيبان هادشي من قله الخدمه ولا من قله الخدمه وقله الشي؟ وكان الشي يكون خدام ما يبقاش يتواضع السرقه، ولكن كان مخزن خدام النيه ديالو خاص ليش يشدوه يمشي. هاد اوروبا السعوديه وداك الشيء تيخطب شي لعابه شي بارتيات تيشدو تيحيدو ليه يديه. مؤخرا ولينا كنشوفوا ان السرقه كثرات، شنو الراي ديالك؟ الراي ديالي في السرقه ما كاينش التغيير. شنو فاش ما كاينش التغيير؟ تشوف بنادم تتكريسا على الجاد تمشي ليه ديالو وتمشي عند الامن باش ياخذ حقه وتيقول لك ما عندنا ما نديرو ديكراري وسير بحالاتك. يعني واش كتشوف ان السرقه كثرات من وراء ديك الموت اللي كانت طرات ديال ديك الدري اللي كان مطار هذاك البوليس؟ مطار ديال البوليس من حقه يتابع ديك الشخص، يقدر يكون متفصاك يقدر يتحمل حاجه. يعني واش كتشوف ان السرقه من التربيه ديال الوالدين من القرايه من الزنقه من المخدرات اللي ولات كثيره بزاف؟ لا المخدرات اللي ولات كثيره هنا في المغرب اللي خلاتنا ميكريسي بزاف الناس. بالنسبه خويا كثرت السرقه خصنا نعالجوها بعدا من واحد الاتجاه. كون كانت الدوله مخدمه الشباب كاملين، فهمتي، الحمد لله عندنا الثوره الشبابيه في المغرب، في اوروبا كاع ما كاينه الثوره الشبابيه. كون كانت الدوله مخدمه الشباب كاملين دايرين لهم لاسينيسيس ديالهم مقدرين المسائل ديالهم كاع ما تكون هذه السرقه هذه. انا نعطيك مثلا انا خدام، هذا خدام الاخر خدام، الصباح من يفيق مثلا 6 الصباح غادي للخدمه، واش غيتسوق لك شي واحد يقول لك غيشفرك؟ هذاك غادي فهمتي غادي لخدمته والاخر غادي لخدمته، كل شيء غيكون بخير وعلى خير. شتي الشباب ديالنا الحمد لله بنادم غيخدموا، انسان الدولة خصها تخدم غير الشباب. والله ما اخويا ما غتكون هذه السرقة هذه، هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية بالنسبة الناس اللي مدوزة، بالنسبة اخويا نتكلموا على الشباب اللي عندهم الصوابق، مثلا الدولة خص أي واحد خرج من السجن حاجة واحدة ما يمشي مثلا دفع خرج مثلا من السجن. بلاتي أنا نمشي معك بدقة. خرج مثلا إنسان من السجن، هذيك السجل بانه راه دوز الحبس كون باغاش الدوله تحيدو شو اللي عنده زيرو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.